Welcome, dear students, with a new broadcast from the Iraqi Educational Channel. مرحبا أعزائي الطلبة وبث مباشر جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. غدا بإذن الله ينطلق امتحان اللغة الإنجليزية للفرع الأحيائي. معكم اليوم ببث مباشر ومعرفة ملخص عام لما يأتيكم في امتحان يوم غد إن شاء الله، وجاهزين لتلقي أسئلتكم عبر الرقم الظاهر في أسفل الشاشة. مرحبا بأستاذ قاسم لتواجد معنا في الاستوديو لهذا اليوم. Yes, thanks a lot, Mrs. Inam, and I hope that our students will be well tomorrow. We hope so. Now be with us. أعزائي الطلبة كونوا معنا وحضروا ورقة وقلم مجهزين لاستماع لأي استفسار من حضراتكم. Now let's begin with the questions of the baccalaureate exam. نبدي بنموذج لأسئلة الوزاري. Now لاحظوا هذا نموذج لأسئلة وزارية. The first thing that you will have، أول شيء راح تشوفه هو سؤال القطعة الخارجية which is question number one اللي هو سؤال رقم واحد. طبعا دائما أنصح طلابي أنه سؤال القطعة الخارجية تكون الإجابة عليه في نهاية الأسئلة. ليش؟ لأن يراد من عندك صفنة تقرأ القطعة بشكل جيد ثم تجيب على أسئلتها بعد أن تحل كل ما موجود في الأسئلة اللي موجودة أمامك. ونصيحة أخرى، عليك أن تقرأ الأسئلة سؤال سؤال وتجيب عليه. يعني من الخطأ أنه نقرأ الأسئلة كاملة ثم نبدأ بالإجابة. تمام ماما؟ نبدي بسؤال سؤال ونتوكل على الله ونحل أسئلتنا. طيب السؤال الأول شنو قلنا؟ قطعة خارجية اللي هي unseen passage. The question, read this text carefully. اقرأ هذا النص بحذر and then answer five of the questions. Read this passage carefully and then answer five of the questions that follow. إذا نقرأ الأسئلة بحذر ثم نجيب على خمسة، إذا معناها عندك ترك واحد. عزيز الطالب يجب الانتباه إلى سؤال الترك. دائما في حالة أنه أجبت على كل الأجوبة ولم تترك أي سؤال، يترك لك السؤال الأخير حتى وإن كان الحل صحيح. تمام ماما؟ فعليك أن تتأكد من إجاباتك وتترك السؤال اللي انت ما متأكد من اجابته. طيب ثم كيف نجيب على القطعة الخارجية؟ اما اقرأ القطعة كاملة ثم اجيب على الاسئلة، او اقرأ الاسئلة واجيب على ما موجود من المعلومات سؤال سؤال. هذا واحد. اثنين، علي ان انتبه جدا جدا لأدوات الاستفهام. في أكثر الأحيان أسئلة القطع الخارجية تكون بأنواع. النوع الأول هو الـ WH questions، الأسئلة اللي هي تبدي بالـ WH just like when, where and so on. سؤال يبدأ بفعل المساعد. أوكي، والأسئلة التي تبدأ بأفعال مساعدة عليك بالإجابة بـ yes أو no عليها. وممكن سؤال يكون give a suitable title to the passage، أعطي جواب مناسب، عفوا عنوان مناسب للباسج للقطعة اللي أمامك. أوكي؟ طيب لنرى. Excuse me, sometimes even maybe true and false. Maybe true or false, yeah. Why not? Maybe choices، ربما يكون اختيارات. لكن الأعم الغالب هو WH questions just like what؟ Just like when؟ Why اللي معناها لماذا؟ How؟ كيف؟ باعوا هنا أيضا سؤال آخر ب why؟ What؟ ماذا؟ للسؤال عن الشيء. وتلاحظون السؤال الأخير اللي هو give the passage a suitable title، أعطي القطعة عنوان مناسب. طيب نجي هسا نجاوب. أول شيء شنو قلنا؟ عندنا طريقتين، إما قراءة القطعة ثم الإجابة على الأسئلة، أو قراءة الأسئلة ثم الإجابة على الحصول على جواب من القطعة سؤال سؤال. طيب قطعتنا هي John lived with his mother in a rather big house and when she died the house became too big for him so he bought a smaller one in the next street. There was a very nice old clock in his first house.
إذن كان عنده كان يعيش في بيت كبير، توفت والدته، البيت صار كبير عليه، فانتقل إلى أو يريد الانتقال إلى بيت أصغر. In the next street في الشارع المجاور. There was a very nice old clock in his first house. في بيت القديم كان يوجد شنو ساعة قديمة. And when the man came to take his furniture to the new house, يريد نقل الأثاث إلى البيت الجديد. John thought, فكر, I'm not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. فكر إنه هذه الساعة القديمة ما يريد الرجال نقل الأثاث أن ينقلوها بأيديهم. In their truck, في شاحنتهم. Perhaps they will break it, ربما يكسروها. Then mending it, إصلاحها will be very expensive, راح يكون غالي جدا. So he picked it up, التقطها بإيده, and began to carry it down the road in his arms. وحملها بإيديه في الشارع. It was heavy, كانت ثقيلة, so he stopped two or three times to have a rest. كانت ثقيلة فتوقف مرتين أو ثلاثة. ليش؟ حتى يأخذ قسطا من الراحة. Then suddenly, فجأة, a small boy came along the road. إجا طفل صغير في الشارع. He stopped and looked at Joan for a few seconds. لثواني قليلة. Then he said to him, You are a stupid man, aren't you? أنت غبي أليس كذلك؟ Why don't you buy a watch like everybody else? لماذا لا تشتري ساعة مثل بقية الناس؟ قرينا القطعة. شنو اللي راح نسوي الخطوة الثانية؟ هي أن نقرأ الأسئلة ونجيب على سؤال سؤال اعتمادا على أدوات الاستفهام الموجودة في بداية كل سؤال. So the first one is why. علي أن أعرف why معناها شنو؟ ما السبب؟ لماذا؟ تمام؟ So why did Joan buy a small house? انتبه عزيزي الطالب، إذا كان السؤال بوجود أداة استفهام فعل مساعد ثم فاعل، علي أن أحذف أداة الاستفهام، أحذف الفعل المساعد، الإجابة تبدأ من ثالث كلمة اللي هي تكون الفاعل دائما، وانتبه إلى التحويل بالأزمنة. So we have Joan. الباي ايش راح يصير؟ راح يصير bought a smaller house. Why did Joan buy a smaller house? Why? هذا الجواب راح نلقاه بالسطر الأول. Because his mother died. So he was alone. He was alone, so he bought what? A smaller house. How did Joan take the clock to the new house? كيف أخذ الساعة للبيت الجديد؟ من قرينا القطعة افتهمنا أنه هو أخذها شنو؟ بيديه بين ذراعيه. So he took it with his two arms. So he began to carry it down the road in his arms. باعوا الإجابة مباشرة من القطعة. إذن انتبه عزيزي الطالب، هذا نموذج حلينا سؤالين من القطعة الخارجية، علمناك بيها شلون ممكن تقرأ القطعة ثم تجيب عن الأسئلة. ثم شنو عندي؟ انتبه لي سؤال. Give the passage a suitable title. دائما الطلبة يسألون على هذه النوعية من الأسئلة، نعطي القطعة جواب مناسب. في الإجابات النموذجية بالتصحيح بالوزاري دائما تجينا عبارة اللي هي يعطى الطالب صفرا عند اختياره للعنوان التالي. مثلا short passage، مثلا nice story، مثلا tall story، strange story. هذه عزيز الطالب تجنب كتابتها. طيب شلون اختار العنوان؟ العنوان نختاره بالشيء المتكرر بالقطعة. هسه شنو الشيء اللي تكرر او التوبيك الرئيسي، الموضوع الرئيسي اللي تحكي لنا عنه القطعة؟ انه هو عنده ساعة قديمة ومحتار شلون ينقلها الى بيته الجديد. تمام؟ إذا ممكن أن يكون العنوان The Old Clock. فمن كتابة The Old Clock أخذ عليه درجتين كاملة اللي هي الساعة القديمة.
ممكن أقول جون and his new house. جون وبيته الجديد. أوكي؟ أي عنوان تشوفه عزيز الطالب مناسب للقطعة مالتك يكون أوكي وتاخذ عليه درجتين كاملة، لكن تجنب كتابة جملة كاملة. تمام أستاذ قاسم؟ إذا لديك أي تعليق؟ نعم. بس لو هنا الطلبة أنه شلون معرفة زمن القطعة بشكل تام، وقلنا من نحذف الفعل المساعد شنو وظيفته بعد الحذف، يعني بيش يفيدنا؟ خلي يعرف طلبتنا. نعم. هذا الموضوع ننتبه أنه هنا عندي كل الأفعال بالماضي lived bought came، إذا زمن الجملة شنو؟ ماضي بسيط. انتبه للأسئلة تحتوي على الفعل المساعد اللي هو did، إذا معناها الإجابة تكون في زمان الماضي. did دائما تحذف ويحول الفعل بعدها إلى زمن الماضي. So what do we have؟ هنا شنو قلنا؟ قلنا why و did تنحذف، بديت من الفاعل اللي هو جون، هذا by مجرد شحوله بالإجابة أحوله إلى ماضي، فراح يكون bought. الماضي للفعل by هو bought. شلون أكتب bought؟ B-O-U-G-H-T. This is bought. B-O-U-G-H-T. تمام ماما؟ وهكذا بالنسبة لبقية الأفعال المساعدة. في حالة وجود does أحذف الdoes أضيف للفعل أس الشخص الثالث. في حالة وجود do أحذف الdo ويبقى الفعل مجرد من كل الإضافات. هذه الأفعال الثلاثة هي اللي ممكن إنه أحذفها وتأثر على الأفعال، اللي هي did وتحول الفعل ماضي، does ونضيف للفعل أس الشخص الثالث، do نحذفها وما يأثر على الفعل. أوكي؟ Now هذا بالنسبة إلى الفرع الأول من السؤال الأول اللي هو القطعة الخارجية. فرع بي إيش راح يكون؟ دائما فرع بي يكون هو أسئلة لقطع الكتاب. انتبه أنه عندك باليونت الأول قطعتين lesson 3 and lesson 10، باليونت الثاني عندك قطعتين lesson 2 and lesson 10، بيونت 3 عندك قطعة، يونت 4 محذوف طبعا، يونت 5 عندك قطعة وزارية، يونت 6 عندك قطعة، يونت 7. أوكي، so pay attention to them، انتبه إلها وحل كل الأسئلة الوزارية السابقة اللي تابعة لهذه القطعة. فأيضا ننتبه شنو اللي دا يقول لي بمنطوق السؤال، answer or complete 5 of the following sentences using information from your textbook، تستعمل معلومات من كتابك المنهجي. أيضا هنا شنو اللي عندي، 6 questions أجيب على 5 فقط، 6 أسئلة الإجابة على 5 فقط. أوكي ماما؟ إذا صار عندي السؤال الأول يحتوي على فرعين، الفرع الأول قطعة خارجية وعليها 10 درجات، السؤال الثاني قطع الكتاب وعليه، العفو، الفرع الثاني من السؤال الأول قطع الكتاب وعليه أيضا 10 درجات، إذا السؤال الأول 20 درجة. تمام ماما؟ زين. Now question number 2. السؤال الثاني ايش راح يكون؟ grammar and functions. We have 30 marks. سؤال القواعد يا طلابنا يا حبايبنا عليه 30 درجة. هذه ال 30 درجة شلون مقسمة؟ مقسمة على فرعين. فرع اللي هو just like this one، مثل هذا، rewrite the following sentences follow the instructions. شنو يعني ال instructions؟ يعني التوجيهات. هذه التوجيهات وين موجودة؟ كل سؤال أوكي بين قوسين بعد نهاية السؤال ينطيك instructions توجيهات حتى يقول لك شنو المطلوب من هذا المنطوق. طيب كم جملة راح تشوفون؟ راح تشوفون 12 جملة، 12 فقرة. أوكي 12 items، هذه ال 12 items تجاوبون على 10 فقط، الإجابة تكون على 10 فقرات فقط. تمام؟ إذا الترك عندك 2 فقرتين. انتبه، أعيد الملاحظة، انتبه عزيز الطالب للترك اللي موجود بهذا السؤال. في حالة عدم تركك لأي فقرة كانت، تترك لك الفقرتين الأخيرة حتى وإن كانت إجابتك صحيحة. أوكي؟ طيب نجي هسه
لاحظوا question number one. They can't come to the beach because they are taking an exam the next day. هسا لهنا انتهت هذه الفقرة السؤال. They couldn't. ثم بين قوسين ال instructions التوجيهات إليك. شنو التوجيه اللي موجود هنا؟ Yes, future in the past. نعم. معنا اتصال محمد من محمد علي من الأنبار. تفضل ماما. تفضل محمد. محمد من الأنبار. محمد دا يسأل على الإنشاء. الإنشاءات يا أعزائي الطلبة هي 7 إنشاءات مقررة داخلة بالامتحان. هذه الإنشاءات يا طلابنا يا أعزائنا عليكم أن تقروها كليتها. هسا أنت ما قدرت تقرأ 7، تقرأ 6 تحفظ لك 6 منعتها. ما قدرت 6 أحفظ 5. أوكي؟ لكن أن تقول لي 6 أنطيني إنشاء واحد مرشح، لا يعلم الغيب إلا عالم الغيب. تمام؟ فعليك أن تقرأ كل الإنشاءات. هذا شيء. الشيء الأخ يا ماما يا عزيزي، إذا ما قدرت تقرأ كل الإنشاءات، أقرأ ولو فقرة فقرتين أحفظها من كل إنشاء. سؤال الإنشاء أبدا لا تخلوه فارغ. عليك أن تكتب أولا التايتل اللي ينطيك إياه. لاحظ، خلينا نشوف المثال اللي موجود بهذه الأسئلة اللي بين إيدينا. شوفوا هنا اللي هو writing. Choose either A or B. دائما بالإنشاء ينطيك فرعين A و B. أوكي؟ عليك أن تجيب على فرع واحد فقط. ماشي ماما؟ شوف فرع A. Write 100 to 120 words on this topic. اكتب 100 إلى 120 كلمة على هذا التوبيك. هسا إحنا رح نحسب من نصحح؟ لا ما رح نحسب. لكن رح نشوف تقديري نحاسبك على شنو؟ اولا العنوان يكتب في وسط الصفحه. طيب شنو العنوان اللي مطيني اياه هنا؟ باوع العنوان سيجارت ادفرتايزنج شود بي الليجل، اعلانات السجائر يجب ان تكون غير قانونيه. هذا شو اسوي؟ راح اكتبه بالبدايه بالوسط بوسط الصفحه، ثم ابدا بكتابه انشائي. الانشاء يوزع الى فقرات، مو راسا تكتب لي صفحه جريده، ماكو هيجي. تمام؟ اقسم الانشاء الى فقرات. قسمت الإنشاء إلى فقرات، انتبه يتنقص الطالب على إذا أخطأ بالإملاء، والإملاء يعني كل شيء هواية الأخطاء مالته 3 درجات. قواعد يتنقص الطالب 3 درجات. التايتل ما مكتوب يتنقص الطالب 2 درجات. الفكرة العامة للإنشاء ما تبقى من الدرجات. عليك أن تكتب بخط واضح الإنشاء مالك. نعم. نعم. إحنا صدق. ننصح طلبتنا الأعزاء، إحنا ما نتأثر بالجو العام، يعني نعم. إحنا عندنا مقررات دراسية. نعم. أنا عندي 7 إنشاءات ملزم إنه هذه الإنشاءات تحفظ. كلها تحفظ. تمام ماما، فكل الإنشاءات أحفظها، وأبداً ما أترك سؤال الإنشاء الورقة مالت الإنشاء فارغة. ليش؟ لأنه دائماً يعطى الطالب درجة في حالة إنه كاتب مثلاً 4 أسطر أو 5. نعم. ومعنا اتصال اخر، مرتضى من ذي قار. السلام عليكم ست. عليكم السلام. ست، بس استفسار بسيط عن اليونت الخامس الليسن السادس صفحة 49. لحظة، صفحة 49. صفحة 49؟ نعم. 49 وين؟ بالستودنت بوك؟ بالستودنت بوك. نعم. مال ذا اتموسفير واز ريلي بيتفول. نعم. نعم، بس هاي يقولون انه هي قطعه داخله بالامتحان وزاي وارده في القطعه ليست القطعه ليست للحفظ، القطعه فقط هنا عندك قواعد اللي هي الريلاتيف برونونز اللي هي ضمائر الوصل، واللي راح نعم. اذا تابعنا راح نتوصل الى شرحها نعم. بصوره ملخصه ب بثنا المباشر لهذا اليوم. نعم، بس هي وارده وزاري 2014 دور اول وثاني وثالث، يعني ما بعد ال 2014 حذفت. اي نعم، تمام تمام. نعم، بالنسبه لليونت الخامس بقطعه وزاريه واحده فقط اللي هي بلسنتين. تمام نعم. ماما؟ بالنسبه لليونت الثامن، نعم بالنسبه لليونت الثامن الليسن الاول. نعم. التزم فقط بالتمارين اللي عندي بالاكتيفيتي بوك. تمام تمام، عاشت ايدك. التاكيد على
الاكتيفيتي بوك والتمارين اللي تابعه لهذا اللسن. اوكي؟ نعم. عندك نعم. سؤال اخر ماما؟ ست على الانشاء، بالنسبه بدايه الانشاء يعني نعم. الموضوع اللي اكتبه يعني الموضوع الانشاء التايتل قصدك؟ التايتل؟ نعم ست. التايتل اللي هو العنوان للانشاء لازم تكتبه، هو اصلا موجود عندك في منطوق الاسئله ماما، فانت شو تسوي؟ نعم. تاخذه من منطوق الاسئله وتكتبه في وسط الصفحه. مجرد نعم. كتابتك للانشاء ممكن انه تاخذ عليه درجه درجتين. اوكي ماما؟ هو بتقسيم الدرجه نعم. عليه درجات عنوان الانشاء. نعم اكيد بتقسيم الدرجه راح يجينا بالتصحيح، يعطى الطالب درجتين عند كتابته عنوان الانشاء، فانت العنوان اصلا موجود عندك بالاسئله ماما. تمام؟ نعم نعم. نشكر اتصالك ماما، ويرجى منك التواصل معنا اثناء هذا البث لمعرفة ما تبقى من فقرات الاسئله. اوكي؟ ناو بالنسبه للانشاء قلنا يجينا فرعين A و B. اذا يو هاف تو تشوز ايذر A اور B. عليك ان تختار اما A او B، تكتب العنوان بالبدايه. الإنشاء عليه 20 درجة، فيا ابني يا عزيزي الطالب عليك أن تخلي هذه 20 درجة مثل ما نقول بجيبك، فأنت المفروض هسه حافظ 7 إنشاءات، ما قدرت 7 6، ما قدر 6 5، فأكيد رح يجيك واحد من عندها. أوكي ماما؟ فتشوفون أنه هذا التوبيك مثل ما هسه قلنا أنه العنوان يجيني في منطوق السؤال، فرح أنزله وين؟ في وسط الصفحة. لاحظوا رايت A short essay giving your opinion about this statement اللي هو studying while you are working worth all the hard work اللي هي الدراسة أثناء العمل. أوكي فأيضا راح أكتب العنوان تمام وأكتب الإنشاء مالتي بفقرات معينة أنا حافظها ومسيطر عليها إن شاء الله وتاخذ 20 درجة وإحنا الممنونين. أوكي ماما؟ طيب نرجع، ايش قلنا؟ قلنا السؤال الاول هو القطع الخارجيه وبي فرعين، والفرع الثاني هو قطع الكتاب. كويستشن نمبر 2، السؤال الثاني هو جرامر اند فانكشن اللي هو على القواعد وايضا بي فرعين، وانتبه انه 30 درجه على القواعد، يعني كل مواضيع الكتاب ممكن ان تجيك على كل فقره درجتين. اوكي؟ مثلا ايش قلنا؟ قلنا السؤال الاول they can't come to the beach because they are taking an exam the next day. ثم باديلي يقول ابدي الاجابه they couldn't، وثم منطين الانستركشن التوجيه اللي هو شو يريد من عندي؟ يقول future in the past. future in the past اللي هو المستقبل في زمن الماضي. هذا من المواضيع المهمه اللي دائما تجيك بالوزاري. طيب ايش راح اسوي؟ كل شيء موجود عندي بالمضارع احوله وين؟ احوله او بالمستقبل احوله الى الماضي. شلون؟ لاحظوا باديلي الاجابه حتى يسهل لي الامر، فالفاعل نزل اللي هو ذي، الكانت شنو تحولت هنا الى كودنت، هذا جزء خلصك من عند واضع الاسئله. اكمل ورا الكودنت والكانت يجيني فعل مجرد كم تو ذا بيتش بيكوز ذي، وصلت وين؟ الى ار. الار شنو الماضي مالتها؟ where. إذا أحول الآر إلى إيش؟ إلى where. هذه الآر رح أصير عندي where. ثم أكمل taking an exam the next day وخلصنا، أخذت عليه درجتين كاملة. طيب شنو بعد عندي؟ لاحظ if you are offered a place at Carnegie University you accepted، مطيني إياها بين قوسين. إذا هنا يريد من عندي أشتغل على هذا اللي بين القوسين، ومنطيني بالنهاية شنو؟ علامة استفهام. الانستركشن اللي موجود هنا شنو؟ التوجيه، شو يطلب من عندي؟ ده يقول لي rewrite the sentence using the correct form of the verb in the brackets. rewrite معناها أعد كتابة الجملة مستعملا the correct form بالشكل الصحيح of the verb للفعل in the brackets. وين اللي بين القوسين اللي هو you accepted؟ دشوفون هذا السؤال على شنو؟ على اف الشرطية. وين موجودة عندك؟ بيونت 3. تمام ماما؟ فإذا الأسئلة شاملة لكل يونتات الكتاب. So pay attention to that، انتبه لهذا الشيء. بدالك سؤال باليونت السابع ثم سؤال من اليونت الثالث اللي هو اف. أباوع يا نوع من أنواع اف، هنا عندي مضارع بسيط.
إذا الجزء الثاني شو يكون؟ يكون مستقبل. وأنتبه إنه بالنهاية عندي علامة استفهام. فإذا إيش راح تكون الإجابة؟ Will you accept it وquestion mark. طيب أنا شلون راح أجاوب؟ راح أكتب رقم السؤال، رقم الفقرة اللي دا أجاوب عليها، والإجابة الصحيحة. دير بالك تعيد كتابة الأسئلة، ما يصير. تمام ماما؟ أرقم وأجاوب بالإجابات فقط. Number three, define a surgeon. شنو يعني define؟ define يعني عرف. define يعني عرف، هذه أيضا من unit 3. define what؟ define a surgeon اللي هو الجراح. use استعمل. operates on people in hospital، يجري العمليات على الناس في المستشفى. شلون راح اجاوب على هذا السؤال؟ اول خطوه هي احذف الفعل define. الكلمه اللي بعد define انزلها بالاجابه، ليش؟ لان راح يكون هو الاسم المعرف. فاذا راح اقول a surgeon. من هو هذا a surgeon؟ اني حافظه القاعده. شنو القاعده يا ماما؟ اللي هي is a person who or is someone who. ورا الهو شنو راح أضيف؟ فعل يحتوي على أس الشخص الثالث، وأكمل اللي موجود عندي بعد الفعل use. إذن راح تكون الإجابة بالشكل التالي: a surgeon راح أنزلها define a surgeon. a surgeon. تمام؟ نزلت الاسم. هسا مو قال لي use؟ بعد اليوز يعني منطيني الفعل هنا مساعدني بالإجابة، منطيني يحتوي الفعل على أس الشخص الثالث. إيش بقى عندي؟ بقى عندي القاعدة اللي هي شنية؟ هو سوري is a person who. من عندي لازم أجيب شنو؟ is a person who. هاي من عندي أنا جبتها، حافظتها القاعدة. بعد الهو شنو أخلي فعل بأس الشخص الثالث؟ طيب وين القى بعد اليوز؟ شوفوا هنا انطاني يوز، احذف اليوز، وراها انطاني الفعل اللي هو operates on people in hospital، فكلها راح اكتبها operates. طبعا هذا الفعل له علاقه بالاسم المعرف on، واكمل people yes in hospital. فاكيد التعريف يكون مناسب للاسم المعرف اللي منطيني اياه في منطوق السؤال. جاوبت بهذه الطريقة وحاسب على أولا القاعدة أنا لازم كاتبتها اللي هي is a person who، هاي عليها درجة. والدرجة الثانية أنه الفعل مضاف له أس الشخص الثالث. تمام؟ هنا راح تحصل على درجتين في حالة كتابتك لهذه الإجابة. طيب ثم ومعنا اتصال آخر. نعم تفضلوا. السلام عليكم. شلون رضوان من صلاح الدين. نعم تفضل ماما. مرحبا ست. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا. الله يسلمك ست. هلا وعيني. بالنسبه للانشاءات اليوم الخامس، نعم احفظها الاثنين لو اتركهن اثنين، يعني ما جاي اعرف اراء كثرت علي. يقول لي شيء يقول لي لا تحفظ الاثنين، وشيء يقول لي لا ماما حبيبي. لا ابني عزيزي، الانشاءات كلها تحفظ، ماكو عندنا انشاء ترك، ما عدا احنا عندنا انشائين باليوم باليوم. تمام تمام ابني، الانشائين مهمه والانشائين تحفظها، واحنا قلنا انه الانشاءات هي سبعه عندك تحفظها كليتها يا ماما. ف تحفظ خمسه او سته انشاءات، وإن شاء الله يجيك واحد من هذه الخمسة أو الستة وتجيب عليها بشكل صحيح. الإنشاء عليه 20 درجة، فلا تضيع ال 20 درجة من إيدك، أوكي؟ تمام. الإجابة عليه شلون راح تصير؟ لأن أنا هاي أول سنة يعني ما أعرف الإجابة شلون راح تصير عليها. الإجابة على سؤال الإنشاء؟ أي نعم. ذكرنا قبل قليل إنه الإجابة على سؤال الإنشاء أولاً أكتب التايتل اللي ينطيني إياه بمنطوق السؤال بالوسط. تمام. اوكي عليه درجتين. اكتب الانشاء على شكل فقرات، على باراجرافز في داخل الورقه. كتابتي لازم تكون واضحه، اذا كان عندك اخطاء املائيه هوايه تتنقصت للدرجات.
اخطاء قواعديه هوايه تتنقصت للدرجات، ما تبقى يكون على الموضوع يعني الفكره للانشاء. تمام. اوكي. بالنسبه الله اشرحي لنا القطعه الخارجيه شلون نجاوب عليها الان احنا. حبيبي ماما لو متابعنا من البدايه شرحت القطعه الخارجيه وشلون نجيب عليها مع هذا. مع هذا تابعنا ماما. انا توني جيت يعني كنت امتحن تطبيقي كنت امتحن. يلا ان شاء الله موفق، ان شاء الله موفق. مع هذا. الله يبارك فيك. صار تدلل، مع هذا راح نراجع وياك القطعه الخارجيه، تمام. الله يبارك. بس اكمل هذا السؤال ارجع على القطعه الخارجيه، صار تدلل. على راسي على راسي. يسلم راسك، اشكرك ماما، شكرا لاتصالك. اوكي ماما، ونرجع لي سؤال القواعد. سؤال القواعد هسه مثلا عندي نمبر 4، باعوا نمبر 4 شنو عندي يا ساده يا كرام؟ عندي next, being, are, week, there, place, windows. هذه كلمات مبعثره. شنو الانستركشن اللي منطيني اياه؟ شنو التوجيه؟ شنو اللي يريده من عندي؟ الانستركشن هو put the words in the correct order to make a passive sentence. ضع الكلمات بالترتيب الصحيح حتى شنو؟ حتى نصيغ جملة في زمن الباس، في صيغة المبني للمجهول. passive voice يعني المبني للمجهول. طيب هذا السؤال من وين؟ هذا من يونت 6. ده شوف شلون اريد اوصلك انه كل اليونتات مهمة، كل القواعد اللي انت درستها مهمة، فتجيك فقرة من كل موضوع قواعدي. اوكي ماما؟ عيني. ومعنا اتصال اخر، ملك من الانبار. انبار، اوكي ماما تفضلي. تفضلي ماما ملك. نعم. بدون زحمه بس. نعم. القواعد من نجاوب عليها. نعم. نكتب يعني نكتب كل الجمله لو نكتب بس الحال. لا ماما حبيبتي. السؤال اولا اكتب رقم السؤال. لنفرض اني هسه هذا سؤال القواعد عندي اللي هو شنو؟ question number two. كتبت question number two، تمام لحد هنا؟ وراها شنو اني ايش داخل؟ داخل فرع اي، فاكتب فرع اي. ست انا قصدي انه يعني بالقواعد نكتب كل الحل نكتب الجمله لو نكتب الحل. لا حبيبتي مو دا اوصلك، اول شيء رقم السؤال والفرع وبعدين الفقره والحل فقط. تمام ماما؟ الاسئله لا تعاد. اوكي؟ عند السؤال اخر بنتي؟ لا لا اوكي شاكرين اتصالك وتواصلي ويانا لتكملة الشرح. طيب عندنا العفو. نعم. مداخلة بسيطة. نعم. على اتصال طالبتنا. نعم. احنا شفنا مراكز الفحص، بعض طالبتنا شو يسوي؟ يعيد كتابة نموذج الايتم السؤال نفسه. نعم. ويرجع هي تسأل على هذا يعني يصير مرة فقرة للسؤال ومرة فقرة للجواب. نعم. وهذا خطأ طبعا. على مود طالبنا يفهم. احنا السؤال مكتوب عندنا. نعم. فأني من أجاوب مو أجاوب بس الحل مقتطع، لأن هم يفهمون المرات أنه نص الجملة هي هذا حل. نعم. لا احنا خلي يكون الحل جوابنا مثل ما تفضلتي، جملة رقم اثنين، الايتم رقم اثنين، الجواب ماله كاملا. نعم. بس مو أعيد كتابة صيغة السؤال نفسه. لا طبعا. هذا المعنى. السؤال لا يعاد كتابته، تكتب رقم الفقرة والإجابة الصحيحة فقط. أوكي ماما؟ طيب. نرجع هنا شنو عندي؟ عندي next, being, are, week, the, replaced و windows. الانستركشن هو شنو التوجيه؟ يقول put the words in the correct order to make a passive sentence. حتى نسوي شنو؟ جملة بالpassive voice. الpassive voice اللي هو المبني للمجهول وقلنا موجود عندنا في يونت 6. طيب شلون ابدي بالحل؟ لاحظوا يا شباب يا انسات يا اعزائي الطلبة، عندنا كلمة تبدأ بكابيتال لتر وهي مو اسم. هي ليست اسم علم، تمام؟ شنو عندي؟ عندي ذا. بيش بادية بالكابيتال لتر؟ إذا هذه مفتاح للحل مالتي، هي راح تكون بداية الحل. فإذا ايش راح أقول؟ أقول the windows are being replaced ثم الزمن next week. أعيد the windows are being replaced ثم الزمن next week. دشوفون يا ماما صارت عندي جملة بالمبني للمجهول بالpassive voice. شنو الزمن بيها؟ مضارع مستمر. شلون عرفت؟
عندي آر وعندي بيينج ثم تصريف ثالث للفعل عندي الفعل ريبليس. فجملتي هنا باسيف فويس. إذا حافظ القاعدة راح يكون سهل عليك كتابة الإجابة الصحيحة. وهكذا وهكذا بالنسبة للأسئلة المتبقية. انتبهوا شنو عندي هنا. نمبر 5 go to the shops before the plane leaves. Make شنو suggestion. Suggestion اللي هو اقتراح. طيب هذا الاقتراح وين موجود عندي بيونت 2؟ عندي مختلف المواضيع بيونت 2. عندي suggestion الاقتراح، عندي الاوفر اللي هو العرض، polite request الطلب المهذب، giving advice اعطاء النصيحة. فاكيد من هذه المواضيع يجيك موضوع واحد او اثنين. اوكي ماما؟ فاحفظ اولا اسم الموضوع وثانيا المصطلحات التابعة له. اوكي؟ فهنا شنو اسم الموضوع عندي؟ ده يقول suggestions. suggestion make a suggestion يعني اعمل اقتراح. أنا علي أن أتذكر الاقتراح شنو المصطلحات اللي وياه. ممكن شلوي، تمام، ممكن let's. أوكي، فهنا شنو راح أكتب؟ مثلا أقول let's go to the shops before the plane leaves. يعني جملة منطنيها كاملة، مجرد أنه أعرف المصطلح اللي أخليه قبلها أحصل على درجتين كاملة. أوكي ماما، فإذا هنا شنو راح أكتب؟ راح أكتب مثلا let's اللي هو let us اختصار إلى let us، وأنزل بقية الجملة. صارت عندي درجتين كاملة وعرفت الإجابة على فقرة رقم 5 اللي هي شنو؟ اللي هي suggestions الاقتراحات. Now pay attention what do we have here number 6. I can't remember when I took it up. Put the verb and the object in the correct order. شنو منطيني هنا؟ العبارات الفعلية. شلون؟ أخلي المفعول به إذا كان ضمير وين يكون مكانه. فانتبه أنا عندي I وعندي took up it. لما يكون عندي مفعول به ضمير راح يكون بين جزئي الفعل. يعني راح تصير جملتي I took it up. I took it up. كل مفعول به يكون وين؟ بالوسط بين جزئي الفعل. تمام ماما؟ فراح ممكن نقول I took it up. ممكن إذا طاك them. أوكي مثلا عندك try them on. وين خلينا them؟ بالنص بين جزئي الفعل. إذا كان اسم مثلا take smoking up. فممكن شنو أقول؟ take smoking up. وين خليت smoking؟ بالوسط. اكو لها مكان اخر؟ اي ممكن. فممكن انه احلها ب take up شنو؟ smoking. اذا المفعول به اذا كان اسم اللي حق اخليه باي مكان، اما قبل حرف الجر او بعد حرف الجر. اذا كان المفعول به ضمير إلى مكان واحد فقط اللي هو بين جزئي الفعل فقط، مثل السؤال اللي هسه انطاك اياه اللي هو شنو؟ هذا السؤال took it up. تمام؟ لاحظ took it up. وين راح اخلي الـ it؟ راح اخليها بالوسط بين التوك وبين الاب. يعني واخذت درجتين كامله. يعني نعم بعد الفعل المتعدي مباشره. نعم بعد الفعل مباشره بالوسط. تمام ماما؟ طيب هذا واحد من انواع الاسئله. وهكذا شنو عندي هسه؟ عندي 12 فقره. الاجابه تكون على 10 فقرات فقط وترك فقرتين. طيب شنو عندي بعد؟ ممكن الفرع الثاني من السؤال الثاني ايش راح يكون؟ لاحظ choose what
choose one of the two words between brackets. إذا إيش راح يكون؟ راح يكون اختيارات. انتبه هذا السؤال عليه إيش قد؟ عليه 10 درجات. أوكي؟ ف نعم. She had her picture. She had her picture. وعندي اختيارين take و taken. فأني المفروض حافظة شنو؟ حافظة إنه الهاد يجي بعدها مفعول به ثم تصريف ثالث للفعل فأكتب فرع B رقم واحد الإجابة الصحيحة هي taken. أوكي؟ ثم she learns or will be learning a lot of new skills. What do you think? She will be learning a new skills. I don't think I can fit in that parking place. There isn't. أنا هنا عندي نفي وعندي is. إذا معناها هذه الـ is تستعمل مع الغير معدود فقط. فعندي إشارتين. أولا isn't نفي. وثانيا عندي space اللي هو غير معدود. فإذا أضع كلمة much. There isn't much space. أوكي؟ هذا الجزء الثاني. نذهب معكم إلى فاصل ثم نتواصل من جديد.